pas zéro. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, sixième, septième, huitième, neuvième. Neuvième page. Séquence 1. La gazelle est-elle un animal sauvage ou domestique? La gazelle est un. J'entoure de quoi se nourrit la gazelle dans le texte. J'écris les mots de texte sur les images. Je barre l'intro. Je donne un autre titre au texte. الله يبارك ما شاء الله. المقطع الأول سيكونس 1. الغزالة هي حيوان بري أو أليف؟ الغزال هي حيوان بري. أحيط ما تأكله الغزالة في النص. أحيط على ما تأكله الغزالة في النص. الغزالة هي حيوان ظريف. هي تتغذى على النباتات والأعشاب والأوراق. هي سريعة. عندما تحس بالخطر تقفز على الفور. اكتب. اش دخل؟ هي سريعة عندما تحس. اش دخل هي سريعة عندما تحس بالخطر. مين شو دخلها؟ هو قال لك اكتب لي النص كامل وأحط على ما تتغذى. هو جيب لك النص. النص هذا فيه كلمات ياسر. فيه وش تسحق وفيه وش ما تسحقش باش يعرفك باللي راك فاهم. وش يدير؟ يعطيك النص كامل وانت تخير على وتتخير اغذيه الغزال. كيما هنا يكون دير سريعه مثلا يكون واحد ثاني يدير يحيطوا سريعه. معناتها مش فاهم شنو اللي تاكل سريعه هي. فهمتها؟ تاكل منشطات. هي قول لي تاكل منشطات. لا مش سكن منشطات. لا هو وش قال لك؟ تتغذى على النباتات. ايه هي سريعه. كي واحد يدير احاط على سريعه معناتها راه مش فاهم مش معناتها كلمة سريعة في النص. ولا مثلا يقول لك بالخطر يدير لها إحاطة. معناتها راه مش فاهم باللي كلمة خطر هي دونجي. دونجي أصلا نقول فيها في دونجي وبوندي. نقول فيها. هاسك. كاين اللي ما يعرفش لوغسوكال. هي لوغسوكال يدير لك إحاطة تقبلها أنت؟ لا. لوغسوكال معناتها عندما. ولهذا هو عطاك نص كامل أنت تخير منه الكلمات اللي راح تتغذى عليها. تخيل الغبية. مقتنع؟ نعم. ايه مقتنع. اكتب الكلمات نص تحت الصور ثم اشطب الغريب. نبات، عشب، اوراق، خبز. الغريب هو الخبز. الغزالة لا تأكل الخبز. اقدم عنوان اخر للنص. الغزالة. La gazelle est un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle est rapide lorsqu'elle sent le danger. Elle bondit sur place. J'entoure à plantes, d'herbes, feuilles. Des plantes, des herbes, des feuilles, le pain, la gazelle. C'est la fin de la page 9. Inch'a, à bientôt. C'est la fin de la page 9. À bientôt.